نظم أسرى محررون من سجون الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، نظموا اعتصاما أمام رئاسة الوزراء للاحتجاج على عدم دفع رواتبهم منذ عام 2007. وهدد المعتصمون بالإضراب عن الطعام في حال استمرت السلطة الفلسطينية بالتنصل من التزاماتها بحسب وصفهم. ليست هذه المرة الأولى التي يعتصم فيها أسرى محررون أمام رئاسة الوزراء وينظمون وقفات احتجاجية، فللمرة الثانية في غضون أسبوعين يخرج الأسرى المحررون الذين قضوا سنوات طويلة داخل سجون الاحتلال عن صمتهم للمطالبة بصرف رواتبهم المقطوعة منذ 7 سنوات. المطالب باختصار اعتمادنا على كادر التوظيف كما باقي الأسرى المحررين. القضية الثانية صرف رواتبنا المستحقة منذ عام 2007، والبعد الآخر هو إعادتنا لإعادة رواتبنا المقطوعة. يعني هذه 3 مطالب، وبناء على ذلك تأتي الوقفة والإضراب اليوم التحذيري عن الطعام في هذا السياق. ويرى الأسرى وهم 27 أسيرا فلسطينيا من الضفة الغربية و5 أسرى ما زالوا يقبعون داخل المعتقلات أن قطع رواتبهم ما هي إلا سياسة عقابية تفرضها السلطة الفلسطينية عليهم بحجة عدم تطبيقهم الشرعية رغم قضاء معظمهم أكثر من 20 سنة داخل سجون الاحتلال. يارا العملي، التلفزيون العربي، رام الله.